شيعت مدينة الفلوجة اليوم الاثنين أحد قاماتها العلمية وعلما من أعلامها، وهو الدكتور عادل عويد عبد الله الكبيسي الذي توفي إثر مرض عضال. وحضر التشييع جمع غفير من شيوخ ووجهاء الفلوجة الذين وصفوا الراحل بطبيب الإنسانية، مستذكرين وقفات الكبيسي الإنسانية في معالجة الأيتام والفقراء، فضلا عن خدمة كل شرائح المجتمع الفلوجي. عادل عويد عبد الله الكبيسي جار السرور رحمه الله لم يبث لا طفلا ولا شيخا ولا كبيرا، وكان معينا للصغار والكبار. إذا ب 12 بالوحدة بالليل دق بابه وتقول له عندي مريض، يطلع يروح، وإذا تجيب له المريض للبيت يستقبله بأي ساعة. كان رحمه الله قل نظيره من الأطباء في هذا الوقت. ودع هذا الرجل الطبيب الإنساني الذي كان دائما وأبدا قد فتح عيادته للفقراء والمساكين، والابتسامة تجعل في محياه بلسما شافيا لكل مريض.